الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. نحمدك اللهم ربنا ونستعينك ونسألك من فضلك العظيم، ونصلي ونسلم على خاتم أنبيائك وأشرف رسلك نبينا محمد بن عبد الله. من سطع الدنا بجماله وبلغ الذرى بجلاله وكملت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، الذي بلغ البلاغ المبين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المهاجرين منهم الأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونكرر القول بأنه من الاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم لدراسة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فنضر الله وجوهكم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا المجلس المبارك ممن تتنزل على أفراده السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده، إنه جواد كريم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم يا الجلال والإكرام. نعم، بسم الله. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. حسنت. لما انتهى المصنف رحمه الله من المقدمات في حمد الله جل وعلا والثناء عليه والشهادة له سبحانه بالربوبية والألوهية ومزايا تلك الشهادة ومكانتها وأهميتها وآثارها، وثنى بالشهادة بالرسالة للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم
وبيان مكانته ومنزلته وفضله عليه الصلاة والسلام ووجوب اتباع سنته، قال رحمه الله: وبعد. وبعد هذه يؤتى بها للبداية بما يريده المتحدث، وتسمى فصل الخطاب. ولهذا من الله تبارك وتعالى على داود بقوله: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفصل الخطاب هو على معناه العام أن ييسر الله عز وجل لعبد من عباده أن يكون قوله فصلا في أحكامه، في أقواله، في أفعاله، في سلوكه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أو أن ذلك خاص بالألفاظ وما أتيه من اللغة والبيان والبلاغة والفصاحة. وتأتي وبعد، والصواب والأفصح أما بعد. الأفصح أن يقول المتحدث أما بعد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان يكون ويقول في خطاباته وكتاباته للملوك وغيرهم: أما بعد. فأما بعد تأتي بعد المقدمة للحديث الذي يريده المتحدث، وهي من الفصل بين الجمل. وكما قلت أن الصواب والأفصح أما بعد، ولا بأس بأن تأتي وبعد. من أول من قال أما بعد؟ أول من قال أما بعد، اختلف أهل العلم في من أول، في أول من قال أما بعد، فذهب بعضهم إلى أنه آدم عليه السلام، وبعضهم قال إنه داود وهو الأقرب، وبعضهم قال إنه يعقوب، وبعضهم قال إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وذهب آخرون إلى أن أول من قالها العرب وخطباء العرب وفصحائهم كقس ابن ساعدة الإيادي وسحبان وائل، وقيل إن من قالها أول من قالها كعب بن زهير، وقيل إنه يعرب بن قحطان، وجمعها الناظم بقوله: جرى الخلف. أما بعد بادئا بها خمسة أقوال وداود أقرب. خمسة، ويصح أن تكون سبعة. وكانت له فصل الخطاب وبعده، يعني داود، قيل إن الحكمة التي آتاه الله إياها هي العلم ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة وفي قضائه وأقواله وأفعاله عليه السلام. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس، قس بن ساعدة، فسحبان، فكعب، فيعرب. جرى الخلف أما بعد بادئا بها خمسة أقوال وداود أقرب. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس، فسحبان، فكعب، فيعرب. هذا فيما يتعلق بأما بعد. ومن ما تقتضي أما بعد دخول الفاء بعدها عند أهل اللغة، إذا أتيت بأما بعد فتقول كذا، يعني المصنف رحمه الله قال: وبعد فإن، أدخل الفاء على وبعد وأما بعد. أما بعد فإن، ولا تقول أما بعد إن، هذه تحتاجونها في الخطابات وفي الكتابات. وقد نظم الإمام ابن مالك رحمه الله في ذلك قوله في الألفية:
أما كمهما يكن من شيء وفى، وفاء اللي هي تدخل بعد أما، بعد أما كمهما يكن من شيء وفى لتلوي تلوها وجوبا أُلِفا. أما كمهما يكن من شيء وفى، وفاء اللي هي دخول الفاء بعد أما بعد، وفى لتلوي يعني بعدها لتلوي تلوها وجوبا أُلِفا. إذن من ما تقتضيه أما بعد وجوب دخول الفاء بعدها. ثم انطلق المصنف رحمه الله من قاعدة عظيمة، وهي قاعدة أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. الخلق لمن؟ لله. والاختيار لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق كخلقه، ولا أحد يختار كاختياره، وإنما الخلق لله سبحانه والاختيار لله عز وجل وحده. وربك يخلق ما يشاء ويختار. الآية 68 من سورة القصص. والمصنف رحمه الله انطلق من هذه الآية لتكون قاعدة يبني عليها كتابه كله، كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. يريد أن يؤصل هنا أن الله عز وجل اختار نبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه محمد صلى الله عليه وسلم من دون سائر الخلق ومن دون سائر الرسل، فمن عليه بالرسالة الخاتمة وأنزل عليه هذا الكتاب، وجعل سنته هي الفيصلة والمرجعة التي يرجع إليها كل من أراد الهدى في الدنيا والفوز في الآخرة. إذن هذا سر بداية المصنف رحمه الله بهذه الآية، لأنه سيتحدث عن سنة وسيرة وهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فناسب أن ينطلق من هذه الآية: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. قال وربك، الواو هنا للاستئناف، وربك التعبير بالربوبية هنا لطيف وأنسب من التعبير بالألوهية. لماذا؟ لأن المقام مقام اقتضاء العلم والقدرة والحكمة والاختيار، وهي إلى الربوبية أقرب. وجاءت هذه الآية في سياق الرد على المشركين، فقد جاء في بداية فيما قبل هذه الآية: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الشرك في الألوهية وفي الربوبية، أو حتى ادعاء النبوة بأن أحدا أنسب لها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما زعم الكفار بقولهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. الله عز وجل هو المتفرد والمنفرد بالخلق، فلا أحد يخلق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاءت في سياق الإنكار على الكفار. كذلك الكفار ادعوا أن الوليد ابن المغيرة
وأن من مكة وعروة ابن زيد الثقفي في الطائف أولى بالنبوة من محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل آية وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فالقسم لله عز وجل وحده، فالقسمة لله عز وجل وحده، فليس لأحد أن يختار اختيارا غير اختيار الله، وهذا ما يعبر عنه أهل العلم بالإرادة. والإرادة نوعان: إرادة الله عز وجل وإرادة العباد. فالله عز وجل له إرادة، بل له الإرادة الكاملة التامة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لكن للعباد أيضا إرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وإرادة الله نوعان: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية، لكن مشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار ها هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار، وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. كلام عظيم من المصنف رحمه الله، يبين المراد بقوله يخلق ما يشاء ويختار. الاختيار هنا المراد به الاجتباء والاصطفاء، لأن الاختيار له معنيان: معنى عام والمراد به الإرادة، هذا الاختيار العام الذي عليه المتكلمون وعلماء الكلام، يقولون المراد بالاختيار الفاعل المختار، وهذا في الحقيقة ليس هو المراد هنا. المراد هنا الاصطفاء والاجتباء، فهو أخص من معنى الاختيار العام الذي هو الإرادة. ولا يصح أن يكون المراد هنا الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة تدخل في الخلق، فالإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار هو سبحانه كذلك، وليس المراد ها هنا هذا المعنى، لأنه داخل في قوله يخلق ما يشاء، بمعنى أنه فاعل مختار، فإنه لا يخلق إلا باختياره سبحانه، وداخل في قوله ما يشاء في عموم مشيئته، فإن المشيئة هي الاختيار. إذا ليس المراد بالمعنى الفاعل المختار، لأن ذلك داخل في قوله يخلق ما يشاء، فدل على أن المراد بالمعنى المعنى الأخص، وهو الاجتباء والاصطفاء، يخلق ما يشاء ويختار،
إذ لو كان المراد بالاختيار الفاعل المختار لاكتفى بقوله وربك يخلق ما يشاء، لكن لما عطف عليها الاختيار من باب عطف الخاص على العام، فالمراد به الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، خلقهم ثم اختار منهم، وهو الاختيار الخاص، والاختيار العام يكون اختيارا قبل الخلق، بل كأنه الخلق نفسه، فالمراد هنا المعنى الخاص وليس المراد المعنى العام، لأن الاختيار بعد الخلق هو المراد وهو المعنى الخاص، والاختيار قبل الخلق هو المعنى العام فهو أعم وأسبق. وهذا يعني الاختيار الخاص وهو الاجتباء والاصطفاء اختيار أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق وليس اختيارا للخلق. إذن هنا عدة أسئلة: ما المراد بقوله سبحانه يخلق ما يشاء؟ وما المراد بالاختيار؟ وما المعنيان في الاختيار، المعنى العام والمعنى الخاص؟ وأيها المراد هنا؟ هل المراد الفاعل المختار أو المراد الاجتباء والاصطفاء؟ وما الفرق بين الاختيار من الخلق وهو الاصطفاء والاجتباء، والاختيار للخلق وهو الداخل في المعنى الأول وهو المعنى العام؟ نعم، هذا فيما يتعلق بربك، بمعنى قوله وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية أن فيها رداً على المعتزلة الذين يقولون بوجوب الأصلح على الله تبارك وتعالى، وأن اختيار ذلك واجب عليه، والصحيح أن هذا ليس بواجب، وإنما هو من مقتضى علمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا، ولا سعيٌ